امام عاشور النهارده شارك في التدريبات، وانا عارف كانت في اخبار كتير غلط، واحنا هنا لما اعلنا ان عقوبه امام عاشور 1,000,000 جنيه ما دخلناش في قصه التدريب، لان كان القرار وقتها قرار فني مع مارسيل كولر بالاشتراك مع الكابتن محمد رمضان. النهارده اللاعب نزل في التدريبات، تفاصيل عودته للتدريبات، امكانيه سفره الى جنوب افريقيا للمشاركه مع الفريق في ماتش اورلاندو بايرتس، وسام ابو علي اشرف داري، لو عندك تفاصيل في الجزئيه دي برضو الجمهور محتاج يسمعها منك. طيب انا خلينا بس اتكلم في اول موضوع امام عاشور. ما هو تعريفك للخطا في كره القدم؟ خطا لاعب او اي حد، لاعب اخطا عوقب، نفذ العقوبه والتزم بالعقوبه، مش ده اللي احنا اتعلمناه واللي عرفناه؟ واعتذر. اوكي طيب، امام عاشور اخطا، اخطا وانت اعلنت وقعت عقوبه كبيره جدا. بالظبط. حلو، اللاعب التزم ولا ما التزمش؟ اتدرب فردي وبعد كده اتدرب في تدريب المستبعدين وبعد كده نزل تدريبات. طيب اللاعب اعتذر بشكل رسمي وجوه غرف الملابس النهارده، اعتذر للجهاز الفني ولزمايله. ايه المطلوب اكتر من كده ان انا اتبعه؟ يعني المفروض ان انا اقدمه مثلا في ان انا اتبعه؟ وانا هنا مش بقيم الغلط، انا بتكلم على المعالجه بتاعت الموضوع، ان احنا الموضوع لازم نحطه في الاطار الطبيعي. ارجع كده احمد حسام ميدو وديدي دروجبا واللاعب اللي كان لما اتخانق وقال لك ده سحب عليا مش عارف مين، يعني دي في قاعه انديه العالم بتحصل، وبرغم كده القصه عباره عن اعتراض غلط، بس انا احب اتمنى نحط الخطا في اطاره الصحيح، بمعنى خطا وحسد. ابراهيموفيتش على فكره، ابراهيموفيتش الخطا يتحط ده، ياما الاثنين كانوا في معركه. ما انا بتكلم، بس خد بالك برضه انت في الاول وفي الاخر كره القدم اوضه اللبس دي ايه؟ لو انت عندك بيت عند 5 6 افراد هتلاقي الكلام ده موجود فيه، فانت ما تزودش الخطا، خلاص اللاعب اعتذر وخلص. امام عاشور معلوم من الاخبار ان الموضوع اتقفل، فرص وجوده يرجع للقرار الفني. مارسيل كولر عايزه موجود معاه، هو جاهز، مش عايزه ده حريه شخصيه برضه بالنسبه له، هو طبقا لقناعاته الفنيه انت لازم تحترمها، زي مثلا استبعاده لمحمد الشناوي هو قرار فني. اتفاق مش اتفاق دي مش بتاعت مش بص يعني اللي انا اعرفه ده. احنا كنا زمان، مش زمان قوي، من سنتين كنا بنطالب اداره النادي الاهلي وانا واحد منهم نتعاقد مع حارس مرمى تاني. مظبوط. انت دلوقتي عندك 4 حراس مرمى كلهم افضل من بعض، كلهم افضل من بعض. فانت بدل ما تقول شابوه للخطه بتاعت النادي الاهلي، لا انت بدأت تبدا حرب نفسيه بالمين؟ ما تدخل حمزه علاء معاهم. طيب بالمرمى حمزه علاء الثاني راجل كان حارس مرمى المنتخب الاولمبي. بالظبط. ما تدخله في الحرب الثالث بالمره وراجل عايز كذا. اللي اقصده ان ايه؟ ان امام عاشور جاهز، جهاز الفني هو صاحب القرار، اكيد. وسام ابو علي هينزل تدريب يوم الاربع، يوم الاربع الصبح، الاربع الصبح. اشرف داري شارك النهارده في التدريب كاملا، وعلى فكره هو كان شارك الايام اللي عدت في التدريب المستمر، شارك من يومين تدريب بشكل تدريجي. القرار بيبقى بشكل فني، بس من خلال متابعتنا لمارسيل كولر ومن خلال معرفتنا ليه بحكم شغلنا، اشرف داري صعب ان يبقى موجود في اورلاندو بايرتس طبقا لتفكيره. مارسيل كولر لاعب جاي لك من غياب 3 اسابيع او شهر، حتى لو اتمرن تدريبين او 3 صعب انه يكون موجود معاك كاساسي، بس انه يكون موجود معاك كبدايه ده كويس جدا، انت كده كده ياسر وربيع موجودين. وسام ابو علي برضه ممكن ياخده عشان يعيشوا الاجواء عشان يجهزوا الانتر كونتيننتال، لكن وسام ابو علي ان شاء الله باذن الله يكون موجود يوم الاربعاء. امام عاشور هو قرار فني بحت، موجود او مش موجود، لكن هو دلوقتي موجود والنهارده ظهر بشكل جيد جدا على فكره. طب كويس جدا، ودي كلها اخبار مبشره، الهنا الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم. طيب بمناسبه الانتر كونتيننتال، ما تيجي نعمل اطلاله كده سريعه على المواجهه المنتظره ما بين باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو. ما الناس بتزعل يا استاذ محمد. البرازيلي والكسبان وما يلعب الاهلي. طب ما الناس بتزعل. لا الناس تزعل ليه بس؟ ما خلينا نتكلم احنا في الحاجات الاهم، لان انا عارف الناس اللي بتزعل دي ممكن ما بتبقاش قادره تعيش الاجواء دي.